عم بيو مهم تعرف قول له وقول له الحقيقة قول له ما قول له الرجل ما تكلمش ولا قال حاجة قول له أنا شاهد يا عم قول له أنا مسلم برضه ولعوا في البيوت انتوا الخسائر عندكم انتوا الخسائر عندنا كتيرة ذهب خدوه أنا الأدوات اللي في البيت كلها اتاخدت أوض نوم ولعوا فيها الأهل بيتكلم بيقول إن الحاجات ديت سطحية طب سطحية إزاي؟ مدير الأمن بيثبت إن مفيش ولا إصابة مسيحي طب فين البنت اللي رماها من فوق دي رمت نفسها؟ الناس اللي عنده كسر في الجمجمة واللي بين الموت والحياة دي رمت نفسها موتت نفسها ضربت نفسها؟